عميد إقليمي محمد العزاوي العامل بمديرية المديرية العامة للأمن الوطني. هذا الرواق تم برمجته في إطار الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني اللي كتسعى من خلالها التقرب من المواطنين الأجانب المقيمين بالمغرب وتوضيح لهم جميع الخدمات اللي كتسديها المديرية العامة للأمن الوطني. كيف كنعرفوا الجميع بأن تواجد الأجانب على التراب الوطني كينظموا القانون 0203 ومختلف القوانين التنظيمية الملحقة به. في هذا الإطار كل أجنبي من حقه الحصول على بطاقة على سند الإقامة بالمغرب، وهذا سند الإقامة هو كيمثل إما بطاقة تسجيل أو بطاقة الإقامة أو وثيقة تنقل. بطاقة التسجيل تسلم لأول مرة للمواطن الأجنبي الذي يريد الإقامة في المغرب، وبعد 4 سنوات من الإقامة له الحق أن يطلب بطاقة الإقامة الصالحة لمدة 10 سنوات، في حين أن وثيقة التنقل تسلم للأطفال القاصرين. ذلك بالنسبة للأجانب الراغبين في الحصول على سند الإقامة لابد من تقديم ملف متكامل لدى مصالح الأمن أو مصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا بالنسبة لمقر إقامة الأجنبي، وتسلم هذه سند الإقامة لمختلف الأسباب منها التجمع العائلي، الدراسة، العمل، الاستثمار، العلاج طويل الأمد، وفي إطار اللجوء السياسي.